نحييكم مشاهدينا الأعزاء وإليكم هذه البطاقة الجديدة من فيينا تحت عنوان سلام إسلام. رائع، كأن له 20 إصبع في كل يد. إنه معجزة، رائع جدا. لقد أعجبني جدا. أنا أدرس الجيتار الكلاسيكي وعزفه أبهرني. أنا منبهرة جدا. تحمل دائما عندي ذكريات حلوة، خصوصا انه احنا زرنا كذا موقع مهم لموسيقيين كبار، لشتراوس ولبعض الفنانين اللي قدموا للبشرية اعظم ما يمكن ان يقدم من خلال الابداع الموسيقي. تسحرني المباني القديمة في فيينا، تسحرني هدوء فيينا، جمالياتها، هدوء ناسها، وأيضا الأرث الموسيقي العريق اللي موجود فيها. لذلك كان يعني أحسب حساب كثيرا لهذه الحفلة، واستعديت لها بشكل يعني كبير. الجديد هو السيدي الأخير اللي اسمه مقامات زرياب، خرج من مدريد، وهو يمثل رحلة زرياب من بغداد إلى الأندلس، إلى الوادي الكبير. وتبعت ببحث على مدى سنة المقامات اللي نقلها زرياب إلى الأندلس من أيام الرشيد، وأعتقد هذا السيدي أصبح وثيقة جمالية، بمعنى إرث بغداد القديم نقلها زرياب، وأنا تبعته وأعدت هذا الإرث بنفس جديد وبمؤلفات جديدة. الزمن الذي نسب فيه الإسلام بالإرهاب، نوربرت إيرليخ يعمل في فيينا على نشر وترويج صورة جميلة للمسلمين وحضارتهم وفنونهم. في رأيي هناك واقعان متوازيان للإسلام. واقع نراه خلال وسائل الإعلام كصور عنف ودماء ودموع، وموازي لذلك شهدنا منذ سنوات كمنظمين لمهرجانات كبيرة فنانين رائعين من بلدان إسلامية واستضفناهم في فيينا. فنحن نرى عالمان من الصور لا يتناسبان مع بعضهم البعض، كوجهان مختلفان لميدالية، ولكن الوجه الآخر لا يعطى الاهتمام الكافي. لذلك سلام إسلام. لحسن الحظ أن كل احتفال متنوع، فجمهورنا معظمه من أهل فيينا، وأيضا من الجالية التي نستضيف أحد فنانيها كالأفغان والباكستانيين ومن أوزباكستان أيضا.
هذه المناسبة هي بداية شهر رمضان المبارك، واعترافا من بلدية فيينا بالجالية الإسلامية التي تشكل رقم 2 في هذه المدينة، عدد المسلمين 7%، فكل سنة أصبحت نوع من العادة أن يدعو حاكم ولاية فيينا الجالية الإسلامية رؤساء الجمعيات إلى حفلة الإفطار، وتعتبر اعترافا من هذه المدينة ومن هذه البلاد بالمسلمين كدور فعال في هذه البلاد. إنه تكريم لممثلي الجالية الإسلامية في فيينا، فدعوتنا لهم هذه الليلة لحضور الإفطار في أول يوم من رمضان في راتهاس كيلر كموقع للتلاقي. إنه موقع لتلاقي كل أهل فيينا، ومسلمي فيينا هم أهل فيينا، ويسعدني لقاءهم هذه الليلة. كمركز إسلامي الحمد لله نحن مستمدين في برامجنا، وبفضل الله هناك إقبال متزايد وتوسيع الأنشطة من ناحية الكم والكمية كمان، ومن ناحية الأماكن نغطي أماكن كثيرة من النمسا الآن. وبالنسبة للجالية الإسلامية الحمد لله بتأخذ حقوق أكثر وبتثبت وجودها في المجتمع النمساوي أكثر. المسلمين في هذا البلد يعيشون كفي بلدهم، يعني مع تفاوت يعني متفاوت، ولكن يعيشون كعيشة في بلدهم. يعني الإمكانيات لهم الصلوات مختلفة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا الدروس الإسلامية والاجتماعات الإسلامية والمدارس الإسلامية موجودة هنا هكذا. الحمد لله. والله الحمد لله نحن بالنسبة لبلدان آخرة في أوروبا حالتنا أحسن بكتير، فنحن معنا القانون النمساوي يعرف من سنة 1912 قانون عن الإسلام، معناتها الإسلام مترف فيه من الحكومة. Very new thing is that we have a new law in Vienna which allows migrants. لقد دعمنا القانون الجديد الذي يسمح للمقيمين في فيينا لمدة 5 سنوات بالمشاركة في الانتخابات البلدية المحلية بالرغم من عدم حوزتهم على الجنسية النمساوية، لأنه باعتقادي أن المشاركة السياسية تلعب دور كبير في الاندماج، هذا إذا أردنا أن نعيش ونعمل معاً.